سيادة المستشار. صباحك الرضا يا عم بكر. سعادتك تمر بأي حاجة؟ كتر خيرك. صباح الخير. صباح الفل يا شاكر. ايه اللي موقفك كده؟ ماما أخدت العربية وأنا لسه ما استلمتش عربيتي. هاخد تاكسي ولا حاجة. طب اركب أوصلك. يا عم أنت شكلك تعبان ومطبق، اطلع ريح. يا عم انجز، اركب أوصلك يلا. يلا حبيبي. مستشاري يحيى عز الدين مستأذن من عمرو بيه. طلع ما جاتش في حته خطر، احمد ربنا. حسابك تقيل معايا قوي يا يحيى. قوم انت بس بالسلامه وبعد كده نبقى نشوف موضوع الحساب ده. قول لي يا كريم، انت بتؤمن بالصدف؟ اه. ده انت جاي تلعب بقى وماله؟ خلينا نتسلى شويه، انت اكيد زهقان برضو من الرقده بتاعتك دي. هات من الاخر يا يحيى. عايز ايه؟ عايز اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا دي بتحصل صدفه. يعني لما اكون مقرر ان انا ما اتجوزش وقابل اختك واحبها وتغير لي وجهه نظري تماما عن الجواز، ده مش صدفه، ده ترتيب من ربنا. ولما ادخل بيتكو والكل يحذرني منك وانت تحاول تستغلني تستغل منصبي وانا صدك فتكرهني وتحاول تبوظ جوازتي انا ونور، دي برضه مش صدفه. وان اكتشف انك قذر وبعت اختك علشان شويه حاجات ملهاش لازمه، مش صدفه. وان اضربك بالنار بالغلط فده يبقى عقاب ربنا ليك، لانك بني ادم حقير وكنت تستاهل الطلقه دي بدل ما تيجي في رجلك كانت جت في قلبك. ما ينفعش كده يا فندم، ما ينفعش كده. يحيى انا ما بعتش نور، نور مات بسببك انت. الصدفه بقى اللي انت بتتكلم عليها دي هي اللي ورطت نور مكانك، اللي كان المفروض يا يحيى يموت انت مش هي. والصدفه دي برضو هي اللي خلتنا نلاقي الالماظ اللي في ايدك ده في شنطه، شنطه نور نسيتها مع ريم صاحبتها. شنطه ايه وريم ايه؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ معرفش. يوم العزا جات لي ريم قالت لي نور سابت الشنطه دي معايا. وريم الاقيها فين؟ كل اللي اعرفه انها سافرت بره مصر. عارف يا كريم لو بتحور عليا ورحمه ابويا ما هرحمك. يبقى انت اللي معاك الالماس اللي كل اللي بيحصل ده عشانه؟ كل اللي بيحصل ده بسبب كنتو. لو سمحت عايزه اتكلم معاك شويه. أنا جاي أسأله على نفس الموضوع عشان عرفت إن اللي حاولوا يقتلوني كانوا فاكرين إن الألماس معايا. والناس دول ليهم علاقة بقتل النور؟ بتهيألي طالما عملوا معايا كده يبقى مش بعيد ليهم علاقة باللي حصل. فأنت بقى حسيت إنك في خطر فجاية تعيطيلي وتقوليلي هيموتوني، رجع لهم الماس. يا سلام، عبيط أنا بقى. ساعات بتبقى أجدع بني آدم ممكن تقابله في حياتك وساعات بتبقى غريب. معلش، ممكن تفترض حسن النية مرة واحدة في اللي قدامك؟ وبعد ما افترض حسن النية تفتكر يعني ممكن أعمل لك أنت ولا أبوكي؟ استحالة طبعا، إحنا في بينا دم. هو أنت مش حافظ غير الكلمتين دول بس؟ وكل مرة هفضل أقول لك إن أنا كمان مجني عليا وإن أنا كمان جوزي مات. وأنت ما تخصنيش. إيه يا يحيى؟ تأخرت ليه؟ أنت قلت لي 5 دقايق ونازل. يحيى! 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 Thank you.
أنا من ساعة ما رجعت القاهرة وأنا رافضة تماماً أصدق أي كلمة وحشة تتقال عنك. وسألتك مرة واثنين وثلاثة وأنت ولا مرة كنت فيها صريح معايا. أنا لو عرفت إن لك علاقة بموت شريف أول واحدة هتقف قدامك تبقى أنا، مش هرتاح غير لما تاخد جزائك. في يا بنتي؟ أنا عملت حاجة ضايقتك؟ الجردات اللي أنت ماشيهم ورايا عشان يحموني دول التالت قتلة وتقبض عليهم وأنت مش عارف ولا إيه؟ مش أنت بعتهم عشان يقتلوا المستشار ولا ده ما حصلش كمان؟ أنا مش عارفة أتكلم معاكي وأنت بالحالة دي. روح ارتاحي وبعدين نبقى نتكلم. هرتاح بس مش معاك، مش هنا. وأي حد يقول لك أي حاجة تصدقيها؟ خلاص يا مرد صدقي اللي عايزة تصدقي. بصوا يا جماعة، أنا عايزة أعمل عدد ما فيهوش ولا خبر ولا عن تفجيرات ولا مظاهرات ولا كل الكلام ده اللي مغرق السوشيال ميديا والأقنية التلفزيونية. ده هيبقى ريسك كبير قوي يا أستاذة. ماله ما يبقى ريسك، أهو فكروا وبعد كده نقرر. عايزة عدد كده يبقى حراق حلو. بس كل ده لازم يحصل خلال ساعة واحدة، لأني لازم أروح أجيب مليكة من الأوبرا خلال ساعة. هي أهم قضية موجودة على الساحة قضية علاقة الملكي والتقلبات اللي بتحصل فيها، بس إحنا كنا مترددين إننا نعمل ده عشان يعني ممكن الموقف يبقى حساس بالنسبة لحضرتك يا أستاذ. طبعاً الموقف حساس، صعب جداً أني أنشر أي حاجة ليها علاقة بأخبار ابن يحيى، بس أي حاجة ممكن تفضح عيلة الشياطين دول هننشرها. هنفضل وراهم وراهم لغاية ما نقضي عليهم من جدورهم. بيعجبني فيكي صراحتك يا أستاذة. أي خدمة. إيه ده؟ الحملة بدأت على الجرائد المستقلة. فعلا كان في دعوات على الفيسبوك بتقول إنهم هيبدأوا الهجوم على الجرائد النهاردة. طب يلا يلا يا رجالة، إذا سمحتوا تنزلوا كلكم تحت وتحاولوا تحموا المكان. انا هكلم البوليس. الستات خليكم معايا. يلا 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 اتحركوا. تعالوا يا بنات تعالوا. انا مش قلت الواد ده لازم يختفي؟ ازاي تخلصوا الغلطه دي؟ هو كان مشي ورا مريم، ما حدش عارف هي كانت رايحه فين. بسرعه بسرعه، الواد ده لو اتكلم هنروح في داهيه كلنا. خليك هادي هادي، ما تقلقش هبقى اجيبه حالا. يحيى من ساعة موت نور وعمال يوقع نفسه في مصايب مع ناس ما تعرفش ربنا يا شاكر. اتكلم معاه شوية. اتكلم معاه شوية، مش كده، لازم يتحكم في نفسه. يا اخي انا كنت هتجنن امبارح وقاعد بيتحقق معاه قدام النيابة. مستشار يحيى عز الدين بقى متهم وكمان بقى بيتحقق معاه. انت متخيل؟ بص يا عمرو، يحيى الدنيا قلبت قدام عينيه ضباب فجأة. ما بقاش قادر يعرف الصح من الغلط. ما بقاش يثق في أي حد. عشان كده ما بقاش يسمع حد خالص. ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. هو نزل يجيب ايه من العربيه على 5 دقايق وطالع؟ راجل مستني، عايزين نقفل محضر. رن عليه طب يا شكر، رن عليه. حاضر. اهو ايه عمرو، بعد اذنك ممكن نقعد لوحدينا 5 دقايق؟ اتفضل انت. مش ايه ده؟ ده تقريبا كده سبب كل اللي حصل ولسه بيحصل. انت لقيته فين ده؟ ده يا سيدي لفه كبيره كده لحد ما وصل لقيت كريم، وفي واحد ماشي يقتل في الناس كلها علشان يوصل له. وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه في المصيبه دي. انت مش هتعمل حاجه، انت هتسلمه ومالكش دعوه باي حاجه. اتصرف يا عمرو.
الو، لينا معاك امانه وليك معانا امانه. هتسلم الماس، ماما هتبقى في خطر. عيد الام قرب يا يحيى وانت محتاجها معاك، وعلشانك النهارده الدنيا كانت معايده مال الربيع اركانها بمليون الف ورده. يلا يا يحيى شد حيلك، قدامك اقل من ساعه. اذا وصلت احتمال تلحق ماما. استنى بس، انت مين؟ في ايه؟ ماما في خطر يا شاكر. استنى يا يحيى.